بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وعلى بركة الله تم افتتاح مستشفى السيد الحكيم، هذا المشروع الصحي، هذه المدينة الطبية الكبيرة، مشروع استراتيجي وإضافة مهمة للقطاع الصحي في محافظة ميسان. كل التقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة ومحافظة ميسان والشركة التركية المنفذة، هذه الشركة المتميزة التي نفذت سلسلة من المستشفيات بنفس الطراز بنوعية وإضافات مهمة على صعيد الأجهزة وتنفيذ كل المرافق الموجودة في هذا المجمع الصحي الكبير. هذا المستشفى سبق وأن تشرفت بوضع حجر الأساس في حكومة السيد المالك، واليوم مع أخي العزيز السيد محافظ ميسان والسيد وزير الصحة نفتتح هذا المشروع. في دلالات كثيرة، لكن أود أن أشير إلى هذه الفترة، 10 سنوات مدة طويلة لإنشاء هذا المشروع. لذلك كان واحد من أهم أولويات هذه الحكومة هو إكمال المشاريع المتوقفة أو المتلكية، ومثل ما ذكرت جهود تضافرت بين الوزارة والمحافظة استطعنا اليوم تقديم هذا المنجز المهم لأهالي محافظة ميسان الكرام الذين يستحقون منا كل الخدمة والرعاية. طبعاً كان ولا يزال وسوف نستمر بأولوية القطاع الصحي في برنامجنا الحكومي، لقناعتنا الراسخة بأهمية هذا القطاع للمواطن العراقي في كل مكان. لا يمكن أن نتأخر في تقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للمواطن العراقي، لذلك كان هذا الملف ضمن أولويات عمل الحكومة، ووضعنا الخطط على عدة مستويات بدءا من إكمال المشاريع المتوقفة أو المتلكئة من خلال اللجان المختصة وفي مقدمتها لجنة الأمر الديواني 45 التي تشرف باستمرار على معالجة كل المشاكل والمعوقات، وبدأنا باتخاذ قرارات ولله الحمد أسفرت عن حلول مثل ما تتابعون معنا في كل محافظة في كل مدينة نفتتح مستشفى أو مركز صحي. الأعداد التي تم إنجازها كبيرة وكثيرة في مختلف المدن والمحافظات، وسوف تستمر هذه العملية لحين إنجاز كل المشاريع في هذا القطاع الحيوي. بعد إنجاز هذا الصرح العمراني الطبي، السؤال المهم ماذا أعددنا لتشغيله، لتوفير الملاكات، لإدامة العمل على هذه الأجهزة المتخصصة. من خلال شرح السيد وزير الصحة، هناك أجهزة لأول مرة تدخل هذه المستشفيات على مستوى العراق والمحافظة. هناك خطة وضعت في البرنامج وأيضا ضمنت في موازنة 3 سنوات، وهي التشغيل المشترك من خلال عقود يتم العمل عليها بشكل متواصل من قبل السيد وزير الصحة في التعاقد مع مؤسسات متخصصة بإدارة المستشفيات. مبدأ التشغيل المشترك سوف نشمل به 6 مستشفيات في 6 محافظات، واحدة منها هذا المستشفى. هذا المبدأ المهم الذي نعول عليه في تقديم أفضل الخدمات، الرعاية الصحية، الخدمات الطبية العلاجية للمواطن الكريم. أيضاً وضعنا في أولويات الموازنة تغطية أو زيادة نسبة التغطية للأدوية،
وتم زيادة التخصيصات المالية، وكذلك تم مراجعة ما مخصص للمستلزمات الطبية، وسوف نغطي احتياجات وزارة الصحة. كذلك ضمن الخطة أو ضمن موازنة 2023 إنشاء 15 مستشفى 100 سرير على مستوى الأقضية في المحافظات. سوف يكون حصة محافظة ميسان مستشفى 100 سرير في قضاء المجر الكبير. أيضا هناك تخصيصات مالية وضعت للمراكز التخصصية لأمراض السرطان والقلب. هذه مراكز تقدم علاج للمواطن في بهذه الأمراض الحساسة وكذلك الإدمان، حيث واجهنا هذه المشكلة، مشكلة انتشار ظاهرة المخدرات، فصار القرار في آخر اجتماع تخصصي مع الدوائر المعنية بإنشاء 5 مراكز تخصصية لعلاج الإدمان في بغداد والمحافظات. هناك فرشة واسعة من المشاريع ومن البرامج والسياسات الجديدة التي نهدف من خلالها تحسين الواقع الصحي لأبناء شعبنا في كل المحافظات، يقف في مقدمتها تنفيذ قانون الضمان الصحي. هذا القانون المهم الذي سوف يغير من فلسفة النظام الصحي نحو الأفضل في تقديم الخدمة والرعاية. مرة أخرى كل التقدير للجهود التي بذلت على مستوى وزارة الصحة ومحافظة ميسان، وسوف نستمر في تقديم كل ما من شأنه خدمة أبناء محافظاتنا، وخصوصا اليوم نحن في محافظة ميسان العزيزة. شكرا جزيلا لكم.